أهلا بكم في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية نستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يصدر موافقته بمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لمئة وأربعة عشر شخصا لتبرعهم بالدم عشر مرات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان ملك الأردن بمناسبة ذكرى استقلال بلاده مجلس التنسيق السعودي العراقي يعقد اجتماعه الخامس في جدة ويناقش العديد من القضايا الاقتصادية المشتركة صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة ل 114 شخصا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئه لجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه بمناسبه ذكرى استقلال بلاده. كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئه لفخامه الرئيس هاكند هيشليما رئيس جمهوريه زامبيا بمناسبه ذكرى يوم الحريه الافريقيه <applause> استعرض وزير الخارجيه الامير فيصل بن فرحان وزيره خارجيه منغوليا العلاقات الثنائيه بين البلدين الصديقين عقب ذلك جرى التوقيع على مذكره تفاهم في شان المشاورات السياسيه بين المملكه ومنغوليا تتعلق بتعزيز التعاون ودعم تطوير العلاقات والتنسيق المشترك على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائيه والقضايا الدوليه ذات الاهتمام المشترك تلقى صاحب السمو الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله الله وزير الخارجيه اتصالا هاتفيا من وزيره الشؤون الخارجيه والسنغاليين بالخارج في جمهوريه السنغال عيسات تالسال وجرى خلال الاتصال استعراض اوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب بالاضافه الى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الاستاذ عادل الجبير في العاصمه بوغوتا معالي وزير خارجيه جمهوريه كولومبيا الفار ليفا دوران وذلك خلال زيارته لجمهوريه كولومبيا وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيه بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركه في العديد من المجالات بالاضافه الى تبادل وجهات النظر في القضايا الاقليميه والدوليه عقد في جده اجتماع الدوره الخامسه لمجلس التنسيق السعودي العراقي واستعرض الاجتماع خطه العمل المشتركه في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين المملكه والعراق وسبل دعمها وتعزيزها كما استعرض مخرجات وتوصيات اللجان الفرعيه للمجلس اضافه الى توقيع الاتفاقيات الثنائيه وعلى هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي تم توقيع اربع اتفاقيات بين الجانبين في مجالات عده شملت توقيع اتفاقيه بين وزاره السياحه بالمملكه والعراق ووكاله الانباء السعوديه ووكاله الانباء العراقيه وفي مجال الارشفه والتوثيق تم توقيع اتفاقيه بين داره الملك عبد العزيز ودار الكتب بالعراق. كما شهد الاجتماع توقيع محضر اجتماع الدورة الخامسة بين وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ورئيس الوفد العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء محمد تميم. أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن المملكة ستسخر كل ما لديها من معرفة وأنظمة وإجراءات لخدمة العراق وهي تحت رهن إشارته. المسؤولية علينا كبيرة. ومثل ما يقولوا المشاكل من صنع البشر الحلول من صنع البشر والتحديات يعني العراق اليوم يحتاج الى الدعم المعرفي اكثر من الدعم المالي حنا تعلمنا في رؤيه عشرين ثلاثين وما في شك انجزنا لكن برضو تعثرنا واخطينا هنا وتعلمنا من هنا واخذنا دروس مستفاده كثيره فانا من هذا المكان اسخر كل ما لدينا من معرفه وانظمه واجراءات رهن اشاره العراق في خدمه كما عقدت في جده فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي الذي ينظمه اتحاد الغرف السعوديه ويشارك في الملتقى 300 شركه بحضور ممثل الجهات الحكوميه والخاصه من البلدين وذكر رئيس اتحاد الغرف السعودية أن الملتقى سيسلط الضوء على جهود مجلس التنسيق السعودي العراقي وفرص الاستثمار بالمملكة والعراق وتفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي في زيادة التجارة البينية والصادرات بين البلدين الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ خمسة مليارات وسبعمائة مليون ريال العام الماضي محققا نموا بنسبة خمسين في المئة تضمنت مسودة البيان الختامي المشترك لاعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي عزم البلدين على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. واشاد الجانبان بالجهود الناجحة لدول مجموعة اوبك بلس في تعزيز استقرار سوق البترول العالمية. كما اكد على اهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية اوبك بلس. كما ثمن الجانبان التقدم في عمل الفريق المشترك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي بقدرة ألف ميجاوات وفق مبادئ الاتفاق الموقعة بين الجانبين وأكد حرصهما وتطلعهما إلى سرعة إنجاز إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع أكد الجانبان عزمهما على رفع وتيره التعاون الاقتصادي كما شهد الاجتماع مناقشه تاسيس الشركه السعوديه العراقيه للاستثمار المملوكه بالكامل لصندوق الاستثمارات العامه وفرص بناء شراكات استثماريه في العراق وأشاد الجاربان بنمو حجم التجارة البينية، حيث بلغ التبادل التجاري مليار و500 مليون دولار لعام 2022 بنسبة ارتفاع خمسين في مقارنة بالعام 2021. وأكد الجانبان على أهمية بحث آفاق التعاون وفرص التكامل والسعي إلى بناء شراكات استراتيجية في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والعراق من خلال العمل على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على حدود البلدين وثمن العراق وإعلان المملكة مبلغ مليار ونصف دولار لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد خلال المدة من الثاني عشر إلى الرابع عشر من فبراير من عام 2018 وتعهداتها ومساهمتها فيه واستمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديدا وجوديا لدول المنطقة والعالم واتفق الطرفان على وضع تصور غاليه للتعاون وتشجيع الاستثمار في مجال السياحه بين البلدين وخطه العمل المشتركه لعامي 2023 2024 للميلاد وبدء العمل بها من خلال اللجان الفرعيه المنبثقه عن المجلس ومتابعتها بشكل مباشر من قبل من قبل امانتي المجلس. استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف معالي رئيس أركان الجيش في جمهورية بنغلاديش الفريق الأول الركن اس ام شفيع الدين أحمد أتم خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وجمهورية بنغلاديش واستمع معالي الفريق أول شفيع الدين خلال الزيارة لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها اقر مجلس النيابه العامه انشاء نيابه السياحه في المقر الرئيسي للنيابه العامه والنيابات التابعه لها في المطارات الدوليه والاقليميه بالمملكه وترتبط نيابات السياحه مباشره بالنائب العام وتعمل على مدار الساعه وفق اعلى معايير الكفاءه القانونيه بما يضمن تمتع السائحين بحقوقهم والضمانات المقرره لهم وتأتي المبادرة في ظل تزايد أعداد السياح للمملكة لإنهاء إجراءات قضاياهم في المنافذ الجوية خلال وقت قصير وفق النظام ومبادئ العدالة الناجزة دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي للعيادات الاستشارية المجانية في مركز جامعة حضرموت لطب الأسرة بمدين. في اطار مساعيه الانسانيه للتخفيف من معاناه المرضى اليمنيين يدشن مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه المشروع الطبي التطوعي للعيادات الاستشاريه المجانيه في مركز جامعه حضرموت لطب الاسره بمدينه المكلا الذي يشمل تنفيذ المعاينات الطبيه في تخصصات الامراض الجلديه وطب الاسره بجميع انواعها. تم تدشين المخيم الطبي الذي يموله مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه وبمشاركه عدد نخبه من المتطوعين في مجال طب الاسره والجلد والاسنان. طبعا العيادات والمخيم مكون من العيادات الجلديه، ثلاث عيادات جلديه بمستشارين طبعا ثاني للعيادات عيادات طب الاسره تقدم العيادات الاستشارية خدمات طبية متنوعة من بينها متابعة الأمراض المزمنة لتشكل استفادة كبيرة لأكثر من 500 مريض تستقبلهم العيادة يوميا مفعول جبار وشيء كبير جدا اللي حاصل الناس كثير استفادت ناس كثير ما عندها أصلا المقدرة إنها تعالج أمراض صحيح جلدية في أمراض جلدية بتتفاقم بشكل كبير والناس بعدم القدره على المعيشه وسوء الاحوال بدات تطنش لغايه ما الموضوع يتفاقم كثير ويصير استحاله علاجه. تسهم الخدمات الانسانيه التي يقدمها مركز الملك سلمان من خلال المشاريع الطبيه التطوعيه تسهم مباشره في تخفيف معاناه المرضى وتاهيل الكوادر والمرافق الصحيه في ظل ما تعانيه البلاد من نقص في الكوادر الطبيه والمرافق الصحيه. للإخبارية عبد الرحمن بن عطية المكلا ونشرتنا انتهت هذا تذكير بأبرز العناوين خادم الحرمين الشريفين يصدر موافقته بمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لمئة وأربعة عشر شخصا لتبرعهم بالدم عشر مرات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك الاردن بمناسبه ذكرى استقلال بلاده. مجلس التنسيق السعودي العراقي يعقد اجتماعه الخامس في جده ويناقش العديد من القضايا الاقتصاديه المشتركه. شكراً لكم على طيب المتابعة نلقاكم على خير وفي أمان الله